السلام عليكم للمشاهدين ايتها المشاهدات. اليوم ان شاء الله عندنا عجينه وخبيزات ديال الدار. خبيزات ديال الدار ساهلين ان شاء الله. المقادير اللي غادي يخصونا، عندي واحد جوج بانيات ديال الفينو. هاد الفينو هذا ماشي داك ماشي داك الفينو 100% فينو، غادي شي شويه انه بحال غادي شويه لذاك السميده اللي كيصوبوا بها الحرشه. ولكن زوين هذا هو باش كيصوبوا الكوميرا صحاب المخابز. عندي واحد شويه ديال الفورس، جبانيه ديال الفورس. عندي واحد شويه ديال معلقه كبيره ديال السكر. عندي معلقه كبيره وشويه ديال الخميره حبيبات. عندي الملح تقريبا معلقه مع مرش كبيره مع مرش. وعندي واحد شويه ديال زيت العود. هاد الزا ان شاء الله غادي نزيدوها مع المكونات على حسابها باش نعطينا واحد شويه ديال اللمعان، واحد شويه ديال الرطوبه واللمعان ان شاء الله على بركه الله. بسم الله ما شاء الله تبارك الله. بسم الله ما شاء الله تبارك الله. ملي عجنا العجينه ديالنا غادي نخليوها ترتاح ان شاء الله. وكان كنستعملو غير هاد الفينو اللي قلت لكم في الاول رقيق، انه ما ماشي مدقوقش بزاف بحال الدقيق الدقيق، ولكن رقيق شويه. ان شاء الله غادي نخليوها ترتاح ان شاء الله العجينه ديالنا واحد 25 دقيقه ونرجعوا لها ان شاء الله بحول الله. بسم الله ما شاء الله. بسم الله. بعد ما قرصنا الخبز ديالنا غادي نحطو هادي في الفران دابا، نخليو هادي واحد شويه غطلع واحد 3 دقائق ونطيبوه ان شاء الله. الخبز ديالنا هو هذا ان شاء الله، غادي نحطو في الفران. بسم الله. بسم الله ما شاء الله تبارك الله. هاهما الخبيزات ديالنا ديال الفينو تبارك الله، جاو روعه. بسم الله تبارك الله ما شاء الله تبارك الله. هادو جاو زوينين، جاو مشوشين. ساندويتشز كيجو عايجو ساندويتشز فيهم مزيانين تبارك الله. ولا عجبكم الفيديو ما تبخلوش علينا بواحد اللايك، شيروا مع العائلة مع الأصدقاء وحسي بسكرايب. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، إلى حلقة قادمة إن شاء الله. السلام عليكم.